Yes, this is the second section of lecture 5. Adenocarcinoma. Adenocarcinoma قلنا هذا another subtype of the non-small cell lung cancer. المهم هنا انه تحفظوا لي من هذا السلايد السبتايبس مالته تكون يا اما اسينر جلاند فورمينج اور بابيلاري يعني بابيلاري ادينوكارسينوما اسينر بابيلاري كارسينوما اور سوليد تايب. سوليد تايب هذا هو اللي يحتاج الى سبيشالستين تو استابليش ات از ادينوكارسينوما لينج. اهم شيء هذول السبتايبس تحفظوا لي اياهم. زين البريكيرسر مالتها ايضا مهم. بريكيرسرز فور ادينوكارسينوما is thought to be atypical adenomatous hyperplasia which then progress into adenocarcinoma in situ اللي شو نسميها هذه نسميها bronchioalveolar carcinoma. هسه راح نعرف ليش نسميها bronchioalveolar carcinoma. Bronchioalveolar carcinoma هي اللي تعتبر الcarcinoma in situ of adenocarcinoma. Minimally invasive adenocarcinoma من يكون التيومر less than 3 سنتيمتر and and invasive components measuring 5 مليمتر or less. ال invasive adenocarcinoma هذه شو نسميها؟ نسميها minimally invasive. Invasive adenocarcinoma is a tumor of any size that has invaded to depth greater than 5 مليمتر. جيد. الآن هذه الايمج هي اللي توضح لي البرونكيولوالفيولار كارسينوما. ليش سميناها بهذا الاسم؟ سابقا هذا كان عباره عن اندبندنت كاتيجوري، فالكاتيجوري مو كاتيجوري وانما تايب مستقل بوحده تابع ل النون سمول سيل لان كانسرز، بس ليتر اون فد ايفيدنسز خلتنا نقول انه هذا هو الكارسينوما ان سايتو فور ادينوكارسينوما. ليش؟ اولا ليش سميناه برونكيولو الفيلر؟ لانه الالفيلاي ويل بريزرف اتس اوت لاينز اند اركيتكتشر but it appears to be lined by coliomer epithelium which extend from the bronchus. Extend from the bronchus يعني البرونكيال epithelium راح يصير بpulfation ويجي ياخذ الالفيولار structure as a stroma for its growth. تمام؟ فكل الالفيولاي نلقاها محافظه على شكلها بس هي مبطنه بدل ما بالتايب 1 والتايب 2 نيموسايت نلقاها مبطنة باي كوليومينر ابيثيليوم. هذا الكوليومينر ابيثيليوم هذا هو الالفيولار ستراكشرز. اوكي هذا انذر الالفيولاس وكلها لايند باي كوليومينر ابيثيليوم مثل ما جاي تشوفون. هذا ايضا من الجهه الاخرى كوليومينر ابيثيليوم. جيد اني وير وي هاف ا كوليومينر ابيثيليوم وذ ميوسين برودكشن. هذا هو الميوسين الباقي. زين ليش قلنا هذه هي الانسايتو؟ ليش قلنا هذه ادينوكارسينوما انسايتو؟ اولا ليش سميناها انسايتو؟ لانه هي امينابل فور سيرجيكال ريسكشن فقط. يعني كيورابل باي سيرجيكال ريسكشن اونلي. شيلها سيرجيكالي تهد بعد ما ترجع. اذا عفناها راح تولي بروجريس تو ادينوكارسينوما. ذيرفور it is known as the adenocarcinoma inside gamma isomer. واضح؟ هذا هو الانفيزيف ادينوكارسينوما. هذا هو الاسينر تايب لانه it will يعني it is forming multiple asinar structures. هذا هو الاسينر فورم. وقلنا اكو عندنا نسميه solid تايب واكو نسميه البابيلاري تايب. سوليد لا تلقاها كومباكت سيلز ماس اوف يعني تشو كونتيننج سوليد ماس اوف سيلز واكو لا بابيلاري. زين اللارج سيل اندفرنشيتد كارسينومز اور اندفرنشيتد مالجنت ابيثيليال تيومرز ذات لاك ذا سايتولوجيك فيتشرز اوف بوث سمول سيل كارسينوما اند هاف نو جلاندولار اور سيكوينس ديفرنشيشن. ما عندها اي ديفرنشيشن لا مال سمول سيل ولا جلاندولار ولا سكوينس بس هم خلوها في خانه اللارج سيل كارسينوما لانه السيلز از نوت سمول انلايك ذا سمول سيل كارسينوما واعتبروها هي اندفرنشيتد فورم بروجريس فروم ايذر سكوينس سيل كارسينوما او ادينو كارسينوما. لذلك
لذلك يعني القصد من عندها هي إما تقدر تسميها مثلاً squamous cell undifferentiated carcinoma or undifferentiated adenocarcinoma because it is a progresses from both. يعني could be progress from any of these overset types. Small cell lung carcinoma هذه أيضا tend to arise centrally. ليش سميناها small cell؟ السيلز بها slightly larger than lymphocytes. الخصائص مالتها انه هي تكون fusiform shape, round to fusiform shape, scant cytoplasm similar to the lymphocytes but it is slightly larger مثل ما قلنا than lymphocytes, and finally granular chromatin. الميتوتيك figures موجودة كلش هواي تكون prominent, وبعد من خصائصها تسوي التيومر جاينت سيلز تلتحم, مو تلتحم وانما اكو عندنا ان ابروبريت فيوج ديفيجن اوف تيومر سيلز, لذلك تكون مالتي نيوكليتد موجوده, وايضا تين تو ارايز اراوند ذا كابيلاريز, يعني تسوي فد مالتيبل ماسز اراوند ذا كابيلاريز. The tumor cells are markedly fragile and often show a fragmentation and the crush artifact in the small biopsy specimen. هذه together with the squamous cell carcinoma producing either ACTH or parathyroid hormone like peptides, therefore in small cell lung cancer and squamous cell carcinoma are the most common cancers in the lung which associate with paraneoplastic syndromes. اللي هو syndrome اللي هو يا اما يكون على شكل Cushing syndrome في حالة الـ ACT production, ACTH production أو الـ parathyroid hormone, وبالتالي تسوي لنا metastatic calcification. خلاص انتهى الـ pulmonary tumors, انتهت الـ pulmonary tumors, أتمنى تكون واضحة والتقسيمات مالتها بسيطة. نجي إلى شيء آخر اللي هو الـ pleural effusion. الـ pleural effusion مثل ما نعرف هو الـ presence of a fluid in the pleural space. The fluid can either transudate or exudate, والفرق هو بالبروتين content مثل ما نعرف. When the pleural fluid is transudate, the condition is known as the hydrothorax, وانتو تعرفونها من الهيمودايناميك disorder, وهذا mostly associated with chronic heart failure. الاكزودate يعني البروتين content مالتها هذا, وهذا صدر يعني جدا غير مهم, يعني بس تطلعون عليه. The four principal causes هذه مهمة جدا. The four principal causes of a pleural exudate formation are first microbial invasion through either direct extension of the pulmonary infection or bloodborne seeding, يعني suppurative pleuritis or what we call it empyema. هذه واحدة. اثنين الكانسر, lung carcinoma, metastatic neoplasms to the lung or pleural surface or in case of mesothelioma. بعد pulmonary infarction اللي هو هذا rare reactor and viral pleuritis. هذول الأربع أسباب هم كلش مهمين لحالة pleural exudation. تمام؟ ليش في حالة الكانسرز ممكن أنه يصير pleural effusion؟ لأنه الكانسر expansion راح يسوي لي pressure on the lymphatic channels and hence it will associate with compression, its compression and impair the drainage of interstitial fluid, and hence the fluid of the pulmonary tissue will ooze into the pleural cavity. This is the end of the respiratory system, the end of this lecture, and the end of the respiratory system. I will be ready for any question, anything vague, okay? And thanks for your listening.